اسمح محمد مصطفى كمال مشروع محمد ابو هيبه مرشح للبرلمان عند رئيس الجمهوريه المنشيه والعطارين رقم 5 رمز الصقر. سبب ترشحك؟ والله يا فندم يعني انا شايف ان مصر بعد الثوره وبعد تولي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد شايف ان مصر محتاجه جهودنا كلنا، ان احنا لازم نكون كلنا موجودين على قلب رجل واحد عشان نخدم مصر ونخدم البلد. الفتره اللي فاتت طبعا الترشح في الايام السابقه او في العهد السابق ما كانش حد يعني عنده سعاده لو ينزل، كانت مع الحاجه يعني معروف يعني التنازل يعني حتى لو نزلت ساعتها مش هتخش يعني حتى لو تحب تعمل حاجه للبلد. فهو معروف مين اللي داخل ومين اللي مش داخل. فالفتره اللي احنا فيها فتره ديمقراطيه فعلا على ارض الواقع، بنحاول بقدر الامكان احنا كل واحد يعرف برنامجه ويخش ويبتدي. هل استعدت لبرنامج قوي؟ والله يا فندم انا بس انا مستعد من سنتين بحمله اسمها حمله عمارة اسكندريه، كانت داخله على مستوى اسكندريه بالكامل، تخدم اهل اسكندريه بالكامل. بدات فيها بعد ثوره 30 بعد تولي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسه، شهرت حمله اسمها حمله عمارة اسكندريه. حمله خدميه غير ربحيه بتخدم كل انحاء اسكندريه بالكامل. الحمله ليها اهداف معينه احنا ماشيين بيها، هي عدم تلقي طبعا اي دعم من اي حد خدم. الحمله بتشتغل بجهود الشخصيه او بجهود اهم. طب اهم النقاط عندك في برنامج ايه؟ والله يا فندم اهم النقاط في البرنامج ان شاء الله هو التشريع والقانون القادم، ده هيكون اهم حاجه موجوده، ولازم اكون موجود جوه دائرتي واشوف مشاكل دائرتي ايه واكون بجانب اهل دائرتي اشوف مشاكلهم وحاجتهم وبالتالي لو كل واحد عمل كده احنا مش هنحتاج حاجه من اي حد. اشكرك ماشي جدا يا فندم.